المسلم يتكلم بالكلمات الشرعية ولا يتكلم بالكلمات التي أدخلها علينا أهل الباطل، أهل الكفر، أهل الضلال. مسلم كري كلمة رب علامه لي رئيس دا وان كلمة خبر دا كلمة أهل الباطل أهل الضلالات كرنا نعم مسلم كري وان كلمة خبر ندا. لأنهم أرادوا أن يفسدوا علينا الشريعة، يفسدوا علينا الدين. شوك أهل ضلالات حزدكم فساديت إحنا ناف ديني ماذا؟ ناف شريعة ضلالات. لا يمكن أن يرضى هؤلاء إلا وأن يخرج أهل الإسلام من الإسلام. شوك أهل ضلالات ناصر حتى أهل إسلاميات إسلاميات الدار ناخر. ونحن نعبد الله أم رب العالمين عبادتك؟ نسمع ما يقول الله سبحانه وتعالى، نتكلم بكلام الله. أم يوزدنا رب العالمين، رب العالمين مرة تشتريجا أم يوزد بيجن تشتريجا أم يوزدك. لا نقول مثلا حضرة، لأن حضرة هم أرادوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر. أم نوزن كلمة حضرتي في خمبان يد حضرتي علي أم كلمة حضرت كلمة أنا رستي شنكي حضرت مثلا يعني حاضر يعني أو المكانك أم تدنا سانكي أو جوي دارية. النبي صلى الله عليه وسلم نقطع أنه مات عليه الصلاة والسلام. أم ظننك بخبري ما صلى الله عليه وسلم حاضر بنا أو وفات بنا؟ ولا يمكن أن نعتقد غير هذا. أم نقر اعتقادك إيمانك أدني بيابك بيابشتر؟